وشاكم لاباس؟ الحمد لله. سمحوا لي بزاف باسكو طولت عليكم، راكم عارفين الحاله تاع رمضان والفروض، لذلك حبيت نعاود نولي ليكم ونقول لكم صحه رمضانكم ان شاء الله يفوت عليكم بالصحه والهنا. واليوم جيت ندير لكم واحد التحليه ولا ديسير تاع سهره رمضان، نسحقوا فيه هذا يا البسكوي. انا درت هذا البسكوي، نتوما تقدروا ولا الكاطو هذا تقدروا تعوضوا نتوما باي كاطو عندكم. دوكا نبداو نخدمو الكريم شونتيي تاعنا. انا حنزيد لها، اضفت لها هذا الديسير كريم ديسير فلون باش تجيب تعطينا البنه تاع الكراميل. نبداو على بركه الله، نبداو نحطو الباطا تاع البايت تاع ولا كريم ديسير بيه بالكراميل تاعو. انا عندي هنا كاس تاع كريم شونتيي بودرة، نديرو كومبلي. انا هنا عندي كاس حليب، كاس حليب غير ربع، نبداو نديرو بشويه حتى تطلع كريم شونتيي باسكو انا درت هنايا ديجا كريم ديسير. عندي الباتور راح نخلط. شوفوا النتيجة تاع كريم شونتيي تاعنا، شوفوا كيف طلعت. شوفوا درت انا نص كاس تاع حليب ما كملتوش كاع، شوفوا شحال بقى. شوفوا ها هي ثقيلة. دوكا نخليكم باش نعاودو نكملو تحلية، عاود وليت لكم باش نبداو نحضيو التحلية بعد ما كملنا حضرنا كريم شونتيي. عندي هنايا الحليب نشمخو فيه الكاطو شويه ونستفوه في البلا. انا عندي هذا البلا جاي كاريز وصغير، نتوما اي بلا عندكم ديروه. شمخو مليح الكاطو باش ما يوليش يابس كي تاكلوه. خلوا الكاطو يتشمخ مليح في الحليب. راني كملت هنا الطبقه،
تاع الكاطو. هنايا قالت لي بلاصه قسمتهم درتهم، ماشي لازم يكونوا بالطول. وهذا الكاطو لازم نزيد نشمخو شويه، نزيد نرش عليه شويه حليب هكا. نتوما تقدروا ديروا القهوه اللي حاب الذوق تاع القهوه. دوكا نديرو كريم شونتيي، بسم الله هكا. راني دوكا درت كملت درت الطبقه تاع كريم شونتيي، وحبيت نقول للمبتدئات ولا البنات اللي تقدي في السن تاعي باللي ندعمكم انا باش تدخلوا للكوزينه وتعاونوا ماماتكم. ولو كان ديروا تحليه بسيطه، وهذه هي تحليه بسيطه تقدروا ديروها كاع. دوكا نكملوا نديروا الطبقه الثانيه، نخلو يشرب مليح الحليب. ديروا بالزوج ولا بثلاثه باش تكملوا بالخف. دوكا راني درت الطبقه الثانيه تاع الكاطو، حندير كريم شونتيي. تكملوا كاع بنفس الطريقه. دوك ندير الطبقه الثانيه اذن تاع كريم شونتيي ونعاود نولي لك. هنايا راني كملت درت الطبقه تاع كريم شونتيي الثانيه. شوف كيف جاوا الطبقات، شوفوا. وانا حنزينها بالشيكولاته تاع ماكسون تاع الطليب. دوك نذوبها في حمام مائي. نتوما تحبوا تذوبوها في حمام مائي ولا في الميكروغوند، نعاود نولي لكم. ها ليكم عذابه الشيكولا، شوفوا. دوكا نفرغوها فوق التحليه تاعنا ولا فوق كريم شونتيي هكا. ما نصحي نخلوها هكا طبعا. نسيي نمشو هذه ونزيدو نمشوها بلا سباتول. شوفو هاي تمشي، بصح لازم تذوبوها مليح. انا ذوبتها في الميكرووند، نتوما تقدرو تذوبوها في الحمام المائي، بصح لازم تذوبوها مليح باش تمشي لكم. نزيدو شوية هاي ليكم. بعد ما سقمت الشيكولا، هي كريمه مع كريمه ولا شيكولا مع الكريم كريم شونتيي، تجيكم شويه صعيبه كي تمشيوها تتخلط لكم. انا تخلط لي شويه هنايا، بصح تحاولوا معها تنجح لكم. شوفوا ماشي شرط الشكل، نتوما تقدروا تزوقوها كيما تحبوا، المهم البنه. دوك نديروها في الثلاجه تبرد مليح ونعاود نولي لكم. هاو ليكم الشكل النهائي تاعنا بعد ما خرجناه من الثلاجه. شوفوا الشيكولا ما تجمدش كاع، باسكو هذه ماشي تاع الذوبان، هذه تاع الطلي. انا زوقت درت شويه جوز مفتت ودرت حب. شوفوا البنه رائعه، ما نوصف لكمش البنه تاعها. نتمنى منكم تجربوها باسكو بنينه بزاف. شوفوا وهذه تقدروا تقدموها مع لاتاي ولا مع القهوه في السهره الرمضانيه.
وكالعادة إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطون على زر اللايك والسبسكرايب، تشتركوا في القناة وتفعلون زر الجرس، ونقولكم شهية طيبة ومع السلامة. رمضان كريم.